وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها المؤمنون، إن هذه الأوبئة والفيروسات التي حيرت العالم اليوم هي من قدر الله تعالى في هلاك من يريد هلاكه بأضعف جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما أنها من سنن الله تعالى يصيب بها من يشاء من المسلمين ومن غير المسلمين، ويؤدب من بها من يشاء، ولكن المؤمن المصاب بها والصابر عليها له أجر الشهيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أيها المؤمنون، إن الإسلام يوجب علينا أمرين في هذه الأوقات. الأول، التوكل على الله حق توكل، وأن نعلم أن كل شيء بقدره وتحت قدرته، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمر الثاني هو الأخذ بالأسباب، ومنها الوقاية والعلاج والحجر الصحي، وكل ما تفرضه الجهات الصحية المختصة. وهذا يفسر موقف الفاروق رضي الله عنه حين امتنع عن دخول الشام بعد أن علم أن الوباء قد وقع فيها، وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أيها المؤمنون، إن مرض الطاعون معروف، وهو من الوباء الذي هو أعم منه، حيث ذكر اللغويون وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الوباء والطاعون، وهو أي الوباء كل مرض عام، فيقال أصاب أهل هذا البلد وباء شديد، وأرض وبيئة إذا كثر مرضها. أيها الإخوة، لا شك أن هذه الأوبئة عذاب من الله، بل سماه الله تعالى رجزا من السماء، حيث تكرر في القرآن لفظ الرجز 10 مرات، منها قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أي إن هؤلاء الظلم المعاندين يسعون بكل جهودهم لإبطال آيات الله تعالى، ويزعمون أنهم يقدرون على أن يعجزوها وتكون لهم الغلبة عليها،
ويريدون أن يسبغوا قدرة الله، فهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم. والرجز كما فسره البعض بالأوبئة العامة المؤلمة في الدنيا والآخرة، ولكن من سنن الله تعالى أن العذاب إذا نزل قد يعم غير الظلمة، فقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما أن من سنن الله تعالى أن الأوبئة إذا انتشرت لا تفرق بين ظالم وغير ظالم، وكافر ومؤمن، بل على المؤمنين أن يأخذوا بجميع الأسباب المطلوبة شرعا وطبا وعقلا، ويعلموا أن هذه الأوبئة والأمراض سببها الحقيقي هو الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أيها المؤمنون، أوجب الإسلام عند ظهور الوباء الفيروسات القاتلة مجموعة من التعليمات المهمة. أولاً: الحجر الصحي، أي عدم الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون أو الوباء، وعدم جواز الدخول بها. فقد جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناس من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها. فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على أنفسكم وصحتها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذركم ونفسي عن مخالفة أوامره وعصيانه. ولا ليال خد بدينه وحا إيمان دكو صاب سنتهي حنون كان إلهي هاي نقبت بادي إيمان تا أدونك وريري ملك سوى الدنيا كم إذانا لقلقي لنغيو، بل وحا إسلامكو أرمها سوكرا بركي دعان ددك مسلمين تا وحا وفري يا توجيهاتك يا تسالوينك واسلامك كل ايهاي ارمها سوكرا مركي دعان ايه خطبتين وما انت قصاب سنتهاي وقو الرئي ورا الليال حنونا دان يا فايريسيا دان ادونك ما انت قيلسين عجزي قليي عيد لفريسي يعق وذه وويناي ما انت شيغاني اني ادونك اوغو ود بدنيهين دين اول با اني كهور مارين كسيغت اني لاهدان كونك انغا ماملو الهي بما جرى مامولا ما انت وحاني شو قبنين وانيش لغو اركينين وللي هي ميكروسكوب مركا لا ساره اي ولي با انت سو جير لا وينيا ايا لا اركيا ayaa maanta meel ay ka galaanay waayeen waxay ka qabtaan ay garan waayeen. Taasi waxayna tusinaysaa walaalayaal inay tahay awood Ilaahay iyo waxaan inuu yahay Ilaahay ciidan u leeyahay oo Ilaahay ugu talagalay inuu ku halaago cidda uu ku halaagayo. Ilaahayna ciidamadiisa culkiisu waa fara badan yahay. Wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu, ciidamada Ilaahay cid ogoon Allah ahayn ma jirto. marka waa ciidan ilaahay ciidamadiisii ka mid ah oo aanishu qabanaynin oo haddana kuwii adduunyada awoodda ugu weyn sheeganayay
مانت كيغ يلسيو ميلا يخيغ لاني وحي كيغ بتان ايلا ايهين هلقا وحي نو كيغ لانينا كون كان عدا ما مشا ديب ايا ديب كيمتا انو يهي الله اي تهينا إساق إن لما قنقلو واسونا ياشا إلهي اي كمديهين وكون كانو ديغي dibaatooyin ka soo kale inuu keeno oo uu ku rido cida uu doonay muslimiin iyo qeyr koodba cida uu doonay inuu ilaahay ku adbiyo laakiin daa'ida galadana cadaab buu ku noqonaya dadka muslimiintaana imtixaan iyo ibtilaa hadii ay ku sabraan ay u adkaysaan ay ajri iyo abaal marin ka helaan bay noqonaysaa way qofka muuminka ahi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam sidii noo sheegay wax gasho oo ku yimaada khayr bay u tahay hadii ay dhibaato ku dhacdana waa ku sabraya oo khayr ayay u noqonaysaa hadii wanaag helana ilaahay buu ugu mahadnaqaya khayr ayay taasina u noqonaysaa marka qofka muuminka ah ee xanuunadaas ay ku dhacaan ee ku sabra ee u adkaysa ajri shahiid ayuu yeelanaya nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadiidka imaam al-bukhari warinaya aisha laga warinayo waxay weydiisay caayisha taacuunka markaasaa wuxuu uhi waa cadaab ilaahay uu ku soo diro cidda uu doono ilaahay laakiin naxariis ayuu uga yeelay dadka muminiinta qof aliyaaniya qofkii muminahee daacuunkaasi uu ku dhaco ee beledkiisa iyo meesha uu jooga ku sabra ee ogaada wax ilaahay u qoray mooye wax kale inaanu ku dhacaynin ee sidaa dabeetana ku dhintu ugu dhaco ajri shahiid buu yeelanayaba nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi daacuunkuna waa xanuun la yaqaano wabaaga iyo xanuunkaa guud ayuu ka mid yahay daacuunka wabaa isagana waa la yidhaahdaa xanuun kasta oo faafana wabaaba la yidhaahdaa oo dadka wada gaadha kaas ayuunbaanu markaa daacuunkaasi uu ka mid yahay oo kalime korona ay leeyihin oo ka mid yahay ducaan ka mid yahay qaar kaloo fara badanna ay ka mid yihiin haddaba walaalayaal arrimahaasoo kale markay yimaadaan islaamigeennu laba arrimood ayuu inagu waajibinayaa waa qodobka koowaad ee ilaahay inaynu si dhaba u tala saarno ogaanana wax gasaa qadarkiisa inay ku imanayaan iyo awooddiisa qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana inaynu dhahno nagu dhici maayo naasiib maayo wax ilaahay noo qoray mooyaane aynu ogaana xadiidkii nabigeennu sala allahu calayhi wasalam ummadda oo dhammi hadday isu timaado inay wax kugu yeelaan ay wax kugu dhibaan waxaan ilaahay ku qorin kugu dhibi maayaan hadday doonaan ay wax kugu taraana waxaan ilaahay ku qadinay kugu tarayaan ma jirto taasi waa tala saarasada dhabta ah iyo caqiidada dhabta ah ee laynooga baahayay inaan aamino wax ilaahay inoo qoray wax ilaahay inoo qadaray ma wax kale inaanay nagu dhacin qodobka labaadna waxa weeye wixii asbaab ah iyo farsamo ah ee aynu xanuunada kaga badbaadayno inaynu la nimaadno oo aan tawakulka iyo tala saarashada ilaahay aan ka horimanaynin bal tala saarashada ilaahay bay ka mid tahay inaad asbaabta iyo wixii laga maarmaan karan la timaado waa wixii wiqaayo iyo ka hortag iyo marka hore in xajri iyo ciddii uu ku yimaado karantiin lagu sameeyo isla markaa ciddii uu ku yimaadana isaguna u istaweeyo lana daweeyo ummadda kalena laga badbaadiyo waa in loo hoggaansama ciddii arrintaa u xil saaran ee qaranku u gartay wixii ay tala iyo tusaale soo jeediso in loo hoggaansamo arrintaa waxaa tilmaamaya mowqifka uu iska taagay cumar bin khadaab radiallaahu canhu isaga oo shaam ku socdaa xilligii uu amiirka muuminiinta ahaa ayaa waxaa loo sheegay halkaa inuu daacuun ka dhacay xadiid baa markiiba saxaabadii la tashaday la sheegay oo loo tilmaamay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi meel hadduu daacuun ku dhaco ha gelina haddii uu meelaa joogtaan ku dhacana ha ka yaacina baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi balu fiirso meeshuu ku dhacay adigu ha gelin mar haddaad ka badqabto ha gelinoo ha doonanin ciddii halkaa joogteen ayay ka bixinoo xanuunkii aan la faafinin oo meelo kale aan la geynin dabeetana cumar markuu ka joogsaduu yidhi daacuun baa ka dhacay oo waa ka joogsanaynaa ayaa abu cubaydata bnu ljaraax wuxuu ku yidhi afiraaran min qadari illaah
oo waxaad u joogsanaysaa ayaad jaam u geli weydo inuu u soconay ba qadarka ilaahay baad koordaysaa. Wuxuu ihi nacam nafiru min qadari illah ilaa qadari illah, haayo qadarka ilaahay baan ka caraynaa, qadarka ilaahayna waa ordaynaa buuri, qadarka ilaahay baan ka caraynaa, qadarka ilaahayna waa ordaynaa buuri. Walaalayaal, xanuunadani noocaasihi waxa weeye cadaab, waa rijsi samada ka yimaada. Qur-aanka ayaa ilaahay rijsiga 10 aayadood uu ku sheegay. Ilaahay wuxuu yidhi kuwa aayadaha iyaga diinta iyada iyo sortaageeda u sacyinaya ayagoo isla waacizi gelinaysaan, kuwa cadaabun min rijsin aliim baa u sugnaaday baa ilaahay yidhi. Cadaab baa u sugnaaday rijsi aliim oo xanuunjiyo, cadaab xuna ka ahaaday. macnaha kuwa ilaahay diintiisa doonaya inay sortaagaan, ilaahay inay cajzi geliyaan oo aayaadkiisa buriyaan, sudhanaya waa wadaysaan inay ka qaalib noqdaan muminiin iyo allah ku tala jira, ilaahay cadaab ayaa u sugnaaday. cadaabka ama rijsiga culimmada qaarkood waxay ku fasireen xanuunada caamka ahee ilaahay uu ku ridayo adduun iyo aakhiraba. laakiin sunnada ilaahay waxa weeye haddii uu dee cadaab soo dego, kuwii daalimiinta ahaa iyo kuwaan daalimiinta ahaynba waa ku wada dhacaa. ilaahay baa yidhi fidna iyo dhibaatoga cabsada aan asiibaynin kuwii dulmiga sameeya oo keliya, kii wanaagsanaa iyo kii xumaan labadaba wada camimaysaa. midda labaad, sunnaha ilaahay waxa weeye xanuunada iyo cudurradaasi markay dhacaan ma kala saaraan gaal iyo muslim, mid dulmi sameeya iyo mid aan samaynin, bal dadkao dhan waa ku wada dhacaan. saa daraaddeed baa dadka muminiinta waxaa looga baahan yahay in wax alliyaaliya wixii asbaabahe laga doonayo, hadday tahay sharci ahaan kuwa looga doonayo, hadday tahay daawo ahaan iyo dhakhtar ahaan kuwa looga doonayo, hadday tahay caqli ahaan mid looga doonayo, inay la yimaadaan. waxaa kaloo laga maarmaana inay ogaadaan xanuunadan iyo waayada maradyadani waxa asalkee u sababtahay waxa weeye waa dunuubta iyo macaasida. kownka ilaahay ee la sheegtay inay cid kaleba maamulkeeda iyo awooddeeda leedahay ayaa ilaahay junuuda iyo ciidanka yargeliyey oo cajsi gelisay. waxa ka weyn iska daa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum, wax alliyaaliya wixii idinku dhacay ee musiibii waa waxay gacmiinnu kasbadeen idinku sabab ay u tihiin weeye. ilaahay wuxuu sheegay dhibaatooyin inay bad iyo bariba ay ka soo daahireen oo dhibaato ka dhacday, bima kasabat aydinnaas, waxay dadku ay kasbadeen gacmaha dadku ay kasbadeen daraaddeed. waxaana loo dhadhan siinayaa ayoo fasaadka iyo dhibtaa loo dhadhan siinayaa inay soo noqdaan ayaa ilaahay uu wax yaroo ka mida u dhadhan siinayaa. qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lanaa, waxaa tiraadnaa ku asiibi maayo nagu dhici maayo wax ilaahay noo qoray mooyaan. maa asaaba min musiibatin, ilaahay wuxuu yihi maa asiiba musiiba dhulka iyo nafihiina toona ilaa ilaahay baa hore u sii qoray, intaan musiibada ama nafdaa la abuurin ayaa ilaahay hore u sii qoray. waxaa la yidhi waxaa tidhaahdaa haddaa ku sugnaan lahaydeen guryihiinna kuwii dilka ilaahay uu ku qadaray waa soo bixi lahaayeen oo halkii ay ahayd inay ku dhintaan ayay u soo bixi lahaayeen. walaalayaal, islaamku wuxuu inagu waajibinayaa marka arrimahaasoo kale yimaadaan tacliimaad muhiima. waa midda koobaad ee alxajru saxi, waxaa loo yaqaana karantiimayn, bimacnaa beledka xanuunkaasi ku dhacay inaan laga bixin lana gelin. waxaana tusinaya aridda xadiidka imaamu muslim, rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi taacuunku waa rijsi, waa aayad cadaab weeyaan oo ilaahay uu ku ibtilay, uu ku imtixaamay dad addoommadiisa ka mid ah. faidaa samictum bihi, markaa maqashaan meeluu ku dhacay ha gelina, marka uu dhul ku dhaco aad joogtaanna ha ka cararin oo ha ka bixina baa nabigu sala allahu calayhi wasalam yihi. bal dardaaranka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu xilligaa ina siiyey bal u fiirso. maanta iyaguna waa kuwan le wixii noo soo gelaya ha naga joogaan, diyaaradaan iska joojinno, meel walba waanu iska xidhaynaa. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa 14 qarni ka hor arrintaa innaga inoo sii sheegay. culimmadu waxay yidhaahdeen arrinta xayiraada la xayiraya meeshii uu ku dhacay xanuunku ee la karantiinimaynayo ujeeddada laga leeyahay waa dhowr qodob. mid weeyaane waxaa loo diidayaa ka bixidda si aanu xanuunkii u faafin, oo qofkii xanuunka qabay hadduu ka baxo xanuunkiibuu faafinayaa oo dad kaloo caafimaad qaba buu sii gaadhsiinayaa, dabeetana dhib muddadii kale u geysanaya waa ku dambaabayaa.
لأنه لبا يودتي كرجالسي نبي قالنا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واحد نبي مجي قفوة ونقف قال حد نبي قفوة ونقف قال نبي هكذا أبالنين مركا قفوة إنه ضدك كرديبو دين دي سئية شركي سئية عقلي سئية مالكي سئية مدنبا ما بنانا قضب كلمات وحوية وحل دين يا ماشا وباقة يا حنوه كدع قليد ديدا لأنه النفط هذا ميل أي وحي الله وقائما يسئينا كتورتا ما بنانا إن النفط هذا حفظه أو تشركاك يا عقلك يا عافماتك هذا إلى لسانا ومقاسد أقوى وين الشريعة الله يضحي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلا يوعرن فينا كتورين هلاك وعقلو جددو تهي هوذا وسخيصا أي حنوناذو كد اللاعين إنا نقفق استشاقنا ونقادنين ومركا وكتش ويقف في كبد غري وحكرا أوجددو أي تهي إنا نقفق حنوسان يكوي عافماتك قبي أنا يسو قليسي أنا يسو قاد سينين إلا دا عدي داوين إيسي إيه داوين يكا شقين وقو جرتي أو أيضنا وليبا دا ديكتوني دا دا يوحي وقايا اللوغة باهنا إيرا الله تبين بوياني نبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فر من المجذوم كما تفر من الأسد قف عذر كجودام كالعراق ووحد وقرد سيدات لباحة وقرد لين حديث قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يهي لا عدوى وحس قاد سين مجرت حديث قال لا يهينا يا حديث قال لا يهي قف جودام كقبا وقعرر ساد وقعرر كالباحة وكالي اسم الدينيان ويا حديث قال لا عدوى وحد دينيان قرادي زمن الجاهلي جبا وحي قبيل إن حنونكو إساق اللفدي إساق قد بيو أيضاونو إلهي قد بنين لكن حديثين كلانا وحو تسين ايا وكاسي وحو ايا وحقي عقيدة ذي إيمانك إن أدروم إيصو إن أن إلهي وحو قد بيو ما يوحك لقد بن كان قال يفر من المجزوم كما تفر من الأسدين وحو ايا وميزان الأخذ بالأسباب وحو ايا إلهي أيا وحو كيالي وحيالا غار كود كوا أياق ومركا دي كور هذا يا إلهي أوديس مركا إلهي أوديس إيا دورين ديس أيا كور هذا ينيان أوحي إساق مركا سيسا يساق قد بيا مجرو لكن سيانو إلهي مركا حنوكا كوكو ساق قد بنين كعرر بالقو ليه وحكى النبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيح عيسى نجري لا يريد ممرض على مصح كي جاليس حنوسان أيي ku xareen maayo dhex galin maayo ki geeli sufayoba oo geel xanuusanaya iyo geel fayow lays dhex galin maayo wala kala ilaalinaya waxa kala ayana xajriga iyo xayirada ku jira in marka wax aniyaaliyo wixii doktoriyo la qaato in aan marka wixii halaagii dhimasho keenay in aan loo banbixin ayadoo ilaahayna la tala saaranayo xilliga umar khadabada cunadaasi ay dhaceen سيدا وورينا يو ابن عثير كامل في التاريخ وكورينا يو طاعونك عمواس لورين شري مرخو كل عيوة بلد مرخا فلسطين كوية اللي عمر من العصبة ضدك مرخا كالصوعية وكوية حنوسانية مرخا ميل جارجي وكوية عفمات قبي جارجي مركي وحي إلى هاي كود ليين هاي كود انتين إدي كعفمات سنة يكو عفماتين بضدك اسكو سعلي مركي دم بودي وحي يحلق أوديين وي وحكا رأيضنا لقى مارمانه سيدا لو لا يحي إنه قفقو نفدي سدويه أو نفدي سإلاليه أمدنا نفدي سكإلاليه دبتيه ده دولده يبلشدنا وحا مركا يدنا لوغا باحنيه وحا اللياليه وحي مركا أي كد ذالي كراني أي سمين كراني أي سميان نبي قال إنه صلى الله عليه وسلم على حديثك أصحاب السنة كي إمام أحمد ورين أيان عباد الله تداو أدو مدى إلهي وستويه إلهي مسود جنين عذر إلا وضع له داء إلا وضع له دواء دواء دين إلهي ونسود الشيء حنون قرم مويانا حنون كاسرين وقبوغا وحكا لو أيضنا إلا دين وحا لغا مارمان علمادو غفقا وحنون كاسي كدعو أما كي ميا كسو بحي ميل حنون كالغو قبو وإنو نفدي سكوار ما يوشيغا سي مركا إساقنا الله بارو سي هدو حنون كي قبو أمدي فيو بيد أنو ردح قرين إنو مركا يسقون الشجاع يواجه وضدك أنو دبات أوكينين هذه وسقر يوم مدي الله دح قلو دمدم بأي مركا كل عيايو
دي دنبقى مركا جريمة قرنتا وقريي مركا يسوى حنون يعوذ القوى إيا إنو سبب النقضي ضدك كلا حنونك إنو قدبي لما دي دنبي أيو مركا قدعي قفق المسلم كان المسلم وسلم المسلمون من لساني ويدي قفق المسلم كان وقفق عرب كيسي عندي سبب الله من قلي ولا الليال حنون هذا النوع أنا إن لقى عوضه أودتك أي كبغدان وامد بنان ويا إسلام جن ودين الفطرة إن أتكبغ طود حنون هكبغ طود إسكا إلى لسود كور ورتا وحبي من كاجي عقيدات ويلي مايو أذي ورمي صن إلهي نسوه كلي وحبوريهي إلهي وحنوك قدرين إن نكود عين وحق ساسب ولا يهي حضرنا إن أتكبغ تاي وحكودي ليس الدين تير نماها ويا النبي صلى الله عليه وسلم كل لا يهي قف جا جدام كقبا كعروسات لباحة وعر يسوى عر ميار بقاء هاي أتك بقاء يسقف جا حنون كيسون كسوق جارو بخان نبدا هذا يشر جا جينا أتك إيران الصحن هذا يروح إلى ميدا وحوي وامد واجبا ده كي النبي يقول لبا يعتمد يسي حديث كلا إمام النساء ابن ماجه ورينا صحيحة أو بعد لقى لي درجة وسلامة ينن جدام قضاء يا كم إذا وفد ثقيف قلدي لورينتري مركه مركو دونين وسلامه ارجع فقط بايعناك بوليسك نقول هل كاي سي تغادي هل خاصنا كولا بايعتني هل كور ددكي كلا غان قاداي دمر كانو غان دو تاغي رغن غان قاداي نيكا جودام كقبا نبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقط بايعناك اسك نقول هل خاصنا كولا بايعتني وحذر يا دكتوري وحوالا ليا الاسلام كانو ينو جيداي انين ويل كدبولو إنه راشك الدبا الله إنه قعمه نميدنه إنه أفقه نميدنه إنه عضينه نسنديفنه إنه ودوينك يبيرته هسه يبي يمرينه ده إنه كاديه يسحره ده إنه كإلالينه دينتين ودين النظافة ويه وثيابك فطهر بالين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قف قمارين والبشنجر ويسيسنية إيه عضينه يوقف نظيف ويه waxaanu imi ka moobillada la inoogu soo duubay ee fariimaha la inoogu dhiibay diinteena hore inoo fartay bal gacmaha meelitaankooda aan eegno xadiidka imaam an-nasa'i wariyay aisha laga warinayo waxay leedahay ka ida arkana kana rasuulay sallallahu alayhi wa sallam wuxuu aha ida arada an yaakula aw yashriba ghasala yadihi thumma yaakula aw yashrib marka uu doono rasuulku inuu wax uro ama uu xabo أي أي يأكل أو يشرب ما هو حبه غسل يديه قميص وما يشري كدي بيوده بتنعون يشري وعبي يشري قفقو مركه وهندسة إياه أما قفعة يينه قعدي سافق سارا مسنكا أي ضروا سنة حديث أبو داود ورينا إياه وحلا يا رسول قيل هاي وح مركه وضرينه هندسة قعدي سيوافق ساو ساري يشري ولك إلا الدبالة راشك يبيو كشران حديث صحيح النبي جن صلى الله عليه وسلم وحاول صنّتك وحول ويلك الضبالة ويلك بيو إذن كتيرا نافك كحرا صنّتي وحي كريها بين وباء يعذر عام السودقو ما صمّر ويل عن ضبالينا ما أفقى عن كحرنين إلا حنونك وحباك القليبون بركا هبين قلب ويلك وينك الضبالة نبي قال صلى الله عليه وسلم حنون نظر وكره ما وإلهي بكم ينقلي كري اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بورنشري إلهي وحن كمان قال يا برصة هي والدة هي جذامك هي حنون نضح حن أردن وحلو بها هي مركا ورا الليال إنه إلهي تلصارنو وحلو بها هي وحي أسبابا إنه لني مادنو وحلو بها هي ددك أرين دا وحي لصارنة كشقين يا وحي نوسو تشيديان إنه نودك نقولنا له waxa loo baahan yahay ilaahay inaynu cuskano oo ilaahay aynu u noqono oo ilaahay aynu barino oo inaana ilaahay uu nabadbaadi adigu kuwii maanta awooda sheeganaya dhac walba ayaa ayu digada ka dhigay ilaahay waa anagu masaakiinta asan nabadbaadi inaynu dhahnayno ilaahay barino walaalayaal gabagabada runtii waxaanu mahadnaqaya runtii oo mahad badan mudan ilaahay dabadi gudida loo xil saaray ee ka shaqeynaysa habeen iyo maalin sidii xanuunkaasi aanu ino soo gaari lahayn ee aynu albaabada uga xidhanay waqayo uga sameyn lahayn ee dadkana ka wacyigelinaya wixii talaabo ana kolba ku dhaqaaqaya
ومهدقينا وحونا يسنبي كتاقين قبر الله كاب المريم وحن سلينا أرنت علماء هان هبين يمالي قف ولمن الله يمحاو شيء ويدين وحن لين يواد ذا لكن لو قضى بيدين هرين وحاري ديارة دا ومد واكها ليسا أدون كي ديارة دي واكها لوضا حدين مركي اللي يري هرقي سافرن كي حنون سنة يكيان حنون سنة ينبوا صوع الرو صوق وصلوها الكاسويين ديارة دا ومد واكها ليسا وحكا قبط مفرش كان وحكو الرياقات كسوق لياكو الرياق ummad farriinta ay noo dhiibtay culimahan ugu dhiibtay ka hadlaysa mid yar iyo mid weyn waxa weeye qaadka hal laga joojiyo ummada ma joojin karay nabi leey waa runtooda ma joojin karaya laakiin ha ku dhawaaqan lafdiisa iyo inta xad ay xukumaan oo ay joojiyaan ha ku soo galo marka kontrabaan ha ku soo galo haqaani oo waa halala dhunto laakiin ma joojin karayna macnaheedu waa oo galay weeye ma joojin karayno waanu ogol lahay weeye ha soo galay isagu laakiin markuu soo galo gudahaanu mafarashada iyo meelaha ku waa fadhiyaanu eradiyanayna oo xogay bay isir khilaafaysa halkaas arinda masajida walaalayaan arinda masajida waa ku mahasayeen gudahaasi haday culimadii u yeedhanay arinta kala tashadeen aad bay ugu mahadsan yihiin masajidu waa meesha ilaahay loogu jecel yahay dhulkiisa ahabul biqaa'i ila allahi masajiduha وماشى إلى في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وماشى إلى هاي وأمري إلى يوقر ذا إن لك هرية له إيها بين قلن هرية قلن دنبنا لو قد تسبح سنية إلهي اللي قلنا سهية اللي قل عابد يوي وماشى إلى هاي لإنما يعمق مساجد الله مساجد إلهي وحا عمر منامنا بالله واليوم الآخر عدة إلهي يمارنت والآخر رميسا إسلاة دوغيز كذا بحسي وحكى له إلهي ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يا كظلم بدن عدك ظلم بدن ما تشرته قفك دينا إلهي مساجد ديسا إن لقوتو كذا وخراب كذا مركا أسعى عدك ظلم بدن ما تشرته أرين تاسي وأرين هذه الحادة هذه مساجد مساجد waa halka ka xanuunsanayo looga ducaynayo laga booqanayo waa halka ka dhintay lagaga tukanayo cusbitaalka iyo masaajidu la mid yihiin marka cusbitaalka la xidheen la ila cusbitaalkiina la geli may markaas ma la dhay masaajidkiina lama geli karo inta kale laakiin ummada inuu furnaado oo ummada laga waaniyo wax looga sheego laakiin ki xanuunsanaya uu ka joogo iyo ka weynay haduu ku dhaco markaas ay culimadu fadwadeen de waxyi la ay ka soo gaadheyso ayada waa dhiri gelinay ki xanuunsanayna niman qof gatoona ma basal soo cunay baa nabigu guri sallallahu alayhi wasallam yuu iman masajidkii qof sadaynayo xanuun qaadsiinayaana ayaduna waa la mid waa ma way ka sii darantayba waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal ilaahay waxaanu ka baryayna xanuunka iyo aafada inuu naga ilaaliyo inagu raan ismaqallo aan isoo gaasana barakallahu fiikum أبوينكَ يا واحد نقول صلوا من يدمنتن أين كود هرتقن السدي أين استجت وجن لهن ثم صلوا وسلموا على من أمرك الله بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وعنا معه بكرمك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمروا معداك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وفق لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا واستعمل علينا أخيارنا اللهم احرسنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا عباد الله وأقم الصلاة